هاي جايز، كيفكم اليوم؟ رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. هذا الفيديو راح يكون كتير حلو لانه راح نلعب ماب الهروب من الدبدوب الشرير بلعبة فيكا اكس تي، وانا اللي سويته في بيتي. فابقوا معانا لاخر الفيديو منشان تفهموا وتعرفوا وبس. طبعا هلا انا رايحه لبيتي. قبل ما نبلش حطوا لايك واشتركوا بالقناه، ويلا خلينا نروح على بيتي. ياي ماني مصدقة هاد الموب، أنا اللي صنعته على فكرة. يلا خلينا نعيدها مرة تانية. طبعا بدي روح على السباق لانه كمان السباق باركور، فبدنا نسابق في السباق نشوف ان الفرق بين الباركور اللي في بيتي والباركور اللي بالسباق. يعني بس هيك فلازم نستنى وقت السباق. يلا لف لف لف. ليش ما نرقص؟ تعال نرقص. يلا نعمل هي الرقصة، هي رقصة بحبها. يلا هلا بدنا نربح السباق. يلا يلا، عندي فكرة انه نرقص بنفس الوقت احنا نتسابق. فيلا يلا بدي اتسابق. يلا رح اخليكم مع نفس الموسيقى وانا بتسابق. Thank you.
كوين وبس. اوكي انا ححدن اعصابي. شكرا 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 يا لعبي. انا 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 عم برقص. انا فرحانه. انا مين؟ انا زعلانه. تعالوا نرقص مع بعض. تعالوا ياي. انا فرحانه ياي. انا فزت يا الله. شوفوا كم عندي فلوس يا الله. عندي 400 فلوس وبس. يعني يلا نتسابق مرة ثانية. طبعا هلا رح نروح منشان نتسابق مرة ثانية. يلا طبعا هالمرة ما بدي ابدا يعني ما بدي ضيع فلوس في ولا شيء. منشان رح اجمع فلوس رح اعمل كتير فيديوهات في مغامراتي. انا عم جمع فلوس منشان اشتري البيت الكبير اللي ب 40,000 كون. يلا خلينا نتسابق. اوف لا 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 ما بدي اسقط في المي. عن جد النت كتير 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 ضعيف وهيك منيح شوي. اوكي 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 اوكي. كنت رح اسقط. كنت رح اسقط. يلا بدنا نط 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 نط. يلا نطة. ما بدي اسقط. يلا نط. اوف يا نت. سقطت. لا يلا 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 نتسابق. نط نط نط. هلا كتير منيح النت يعني صار شوي بيتحسن. لك لا شو هاد يا نت. اخ انت عم تضحكي ليش؟ ايه طلبات الصداقة. اف اف لا 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 رجعت من هذاك المكان. يا كنو ولا نو ولا مدري شو. انا ما عندي كثير مساحة اصدقاء. شو شو يا رب يا رب تلات نجمات يا رب. شو نجمة واحدة بس. والله مو ذنبي مو ذنبي. راح الظاهر اني فرحانه بس انا زعلانه كثير. والله مو ذنبي. ذنب الانترنت. النت كثير ضعيف. مو ذنبي. بعدين راح ارقص. اوكي راح الظاهر كاني انا فرحانه بس انا كثير زعلانه. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. طبعا يا جماعة هيك بنكون خلصنا الفيديو. اتمنى تكونوا استمتعتوا ويكون عجبكم. بس قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو بدي احكي لكم شغلة كتير مهمة وركزوا معي منيح. اسمعوا منيح. بدكم ضيفكم صح؟ اذا كنتوا تتذكرون انه قبل ما اوصل 1000 مشترك كنت عم اقولكم لازم اوصل 1000 مشترك لازم اوصل منشان ضيفكم. بس هلا طبعا حظي انا يقرف. حظي مقرف. حظي ولا شيء. حظي انا صفر. حظي بايت. حظي المهم اجيت بوقت متأخر. وصلت 1000 مشترك بوقت متأخر. انا اجيت في لحظة غير متوقعة. المهم انه انا لما وصلت 1000 مشترك تقريبا في 3 ايام الاخيرة انه غيروا القانون صار انه لازم اوصل 5000 مشترك. وطبعا لازم اوصل 5000 مشترك قبل بسرعة يعني بسرعة قبل ما يغيرون القانون رح يرجعونه على ما اظن غالبا 10000 مشترك. يعني لازم اوصل 5000 مشترك بسرعة 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 لحتى ضيفكم كلياتكم منشان لا تضيع علينا هذه الفرصة. وطبعا بس حبيت اقولكم يعني انا ما اجحت ولا هيك بس اذا بدكم ضيفكم. اما اذا ما كان بدكم اني ضيفكم خلاص لا توصلوني خليني هيك. وطبعا لا تنسوا انا بحبكم كتير ولو كان بايدي لو كانت ضيفتكم كلياتكم من الليست تبع الفريندز. وبس يلا هلا طبعا يا جماعة هيك بنكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم كمان تكونوا استمتعتوا. وبس لا تنسوا انكم تشتركوا تحت بالقناة وتحطوا اللايك. وبس اشتركوا اشتركوا اوكي اشتركوا. بدنا نوصل 5000 مشترك باقرب وقت. كتير متحمسة ما ضايل اشي. وبس باي.